بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك فقد أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمضاعفة قيمة مخصصات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها 17 ألف أسرة بحرينية ممن تصرف لهم مستحقات الضمان الاجتماعي كما امر سموه بمضاعفه قيمه مخصص الاعاقه والذي يستفيد منه 12 الفا من ذوي الاعاقه المسجلين في قوائم وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه وتخصيص ميزانيه لتنفيذ الامرين الكريمين وتخصيص ميزانيه لتنفيذ الامرين الكريمين لسموه بمبلغ خمسة ملايين ونصف مليون دينار وأن يتم صرف هذه الإعانات المضاعفة في منتصف شهر إبريل الحالي وتأتي توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء دعما من سموه للأسر والأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المناسبات ومنها شهر رمضان الكريم ومساعدتهم على تسيير أمورهم المعيشية في توفير احتياجاتهم ومستلزماتهم للشهر الكريم وللتخفيف من الاعباء الماديه التي يواجهونها بما يضمن للجميع حياه كريمه وامنه ومستقره